يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين الأولياء والصالحين أم أن الأولياء هم الصالحون؟ لا، ما لا فرق بينهما، فكل صالح فهو ولي لله. قال الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذا سألت منهم أولياء الله، الله هو الذي بينهم لك بقوله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي فهو ولي لله سبحانه وتعالى، الآية واضحة في هذا. نعم، فيسمون الأولياء ويسمون الصالحين. نعم.